مش عارفة عقلي كان فين لما خدت قرار ان انا اسيبهم واطلع على المنصورة. ازاي فكرت في مصلحتي ومستقبلي قبل ما افكر في مستقبلهم؟ ازاي اسيب ولادي وهم في السن ده وهم محتاجيني؟ اللي حصل لياسين ده فعلا فوقني. عندي احساس بذنب فظيع. انا مش عارفة انت فاهماني ولا لا. فهماك يا حبيبتي، اقعدي. هو انا اقدر انسى اللي حصل لحازم؟ فاكره موضوع صافي؟ ابني كان هيروح مني في لحظه. انا مش عارفه لو كان حصل له حاجه كان ممكن يحصل لي ايه بعد الشر عليه. بس الحمد لله ربنا ستر. انا قعدت احارب في سميح كتير قوي عشان اشتغل، وكنت عايزه احقق ذاتي وعملت حاجات كتير قوي عشان اشتغل، لكن نجحت في الاخر. بس طبعا مش معنى كده ان انا اهمل ولادي ولا اركز في شغلي وانسى كل حاجه في البيت. وهو انت فاكره سميح سايبني في حالي؟ ده فظيع. انا برجع من الشغل من هنا بنظف وبغسل وبطبخ وبعمل كل حاجه عادي جدا، بس على قلبي زي العسل لان انا اللي اخترت اشتغل.